من البهارات المطلوبة جدا الحلوة قوي اللي بنحبها كلنا بهارات الكبسة. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض آخر حاجة بهارات الكبسة الحلوة دي، لأن بهارات الكبسة برضو محببة لنا قوي، حتى ممكن تستخدم مع أي رز برياني حضراتكم حابين تعملوه. يلا نقول المقادير مع بعض. بهارات الكبسة عندي: فلفل أسود، كبابة صيني، زر ورد، قرفة عود، زنجبيل حصى هوريكم شكله دلوقتي، خولنجان عقربي بيتباع عند العطار الخولنجان وهنتكلم عنه برضو، وعندي حبهان حب، وعندي قرنفل حب، كسبرة حب، شمر، ليمون اللومي، وأنا اللومي ده أنا هوديلهم واحدة يكسروها لي، ليمون اللومي، وعندي كمان الشطة. شوفوا بقى المقادير بتاعتها مميزة إزاي. طيب الخولنجان مهم جدا، والزنجبيل مهم جدا، هناخد كده منه إيه حتتين. خلينا هنا عايزه اقول لكم هو من عائله الجنزبيل والكركم، يعني يعتبر نكهته حاده. ليه طعمه مميز كده. تعالوا بقى ناخد القرنفل، مهم قوي القرنفل والحبهان في الوصفه دي قوي مع القرفه، وهناخد حبوب الكزبره كمان، يعني خدوا من كل حاجه حاجه، زر الورد طبعا، الليمون اللومي، شايفين؟ قلبوا بقى الحبه الحلوين دول، انا عشان نحافظ على المطحنه بتاعتنا، شايفين ازاي؟ ودي في انا خدت منه من المتكسر يا ولاد اهو، هاخد منه من المتكسر الخولنجان عشان احنا كسرنا منه، هو ده. نقلب بقى وناخد هنا طبعا الفلفل الاسود والشمر، الشمر ده كان متحمص فانا ما حطيتوش، يعني هو متحمص فانا ما حطيتوش تاني عشان ما تبقاش نكهته يعني ما يبقاش يدي طعم مش حلو. خلاص طيب هناخد بقى كده ونروح هنا نسمي الله. بهارات الكبسه دي بقى مش هتستغنوا عنها ابدا، بيتباع الخولنجان العقربي مش هتلاقوه في اي حته، هتلاقوه عند عطار من العطارين الكبار المعروفين في مصر. ان شاء الله تلاقوه، هو الزنجبيل برضو. طبعا انا بعمل الحركه دي عشان ما اضطرش ان انا كل شويه افضي يعني وافتح واقلب. طبعا لو مطحنه البن مش هتعمل مع حضراتكم كده خالص، مطحنه البن من الحاجات اللي بتجيب من الاخر، عشان كده هو حتى في المطحنه اللي عنده قويه، علشان هو بيحط الحاجه كده وبيركبها كده قدامنا. لما بعوز حاجه بقول له مثلا انا محتاجه تحط لي من كذا ومن كذا ومن كذا بهاراتي الخاصه، فيروح عاملها لي. تعالوا بينا بقى نحط الورقه بتاعه بهارات الكبسه الحلوه دي ونقدم بهارات الكبسة القوية الجميلة اللي احنا عملناها. كده اوكي يا روح قلبي، شايفين الريحة؟ لا البهارات في البيت حاجة تانية يا جماعة، يا جماعة البهارات في البيت بجد صدقوني حاجة تانية. يعني لما بنعمل البهارات دي في بيتنا النكهة والريحة والحاجة الجميلة اللي احنا عملناها
بتختلف والله بجد عما بنشتريها من بره. اذا ما كانش عطار كبير وعالي سحب كتير والحاجات دي على طول بيعملها اول باول، فما بيعملش كميات كبيره بتقعد عنده، فعشان كده نستمتع بطعم الحاجه. ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم، تجربوها تقولوا لي اخبارها ايه في الطعم بالنسبه لكم. اسمحوا لي بقى، احنا النهارده عملنا الحلقه الخاصه بالتوابل، عملنا كميه كبيره من التوابل يعني اللي احنا بنحبها وعاوزينها، وعملنا المعتاد والغير معتاد زي المصاله الهنديه وبهارات الكاري، كوناها مع بعض، وبعدين بدانا في بهارات المحشي وبهارات الكبسه وبهارات السجق وباقي البهارات الحلوه اللي احنا عملناها، بهارات الشوي والحاجات الجميله دي. ان شاء الله نعمل مع بعض بهارات اللحم والفراخ، علشان كمان دي من البهارات الأساسية. عملنا كمان مع بعض السبع بهارات، وعملنا بهارات السمك، هنعمل مع بعض بقى الفراخ واللحم، علشان اللي حابب يعمل بهارات فراخ أو بهارات لحمة في البيت يعملها بطريقة جميلة ويبسط بيها إن شاء الله. دلوقتي بقى اسمحوا لي نستعد مع حضراتكم لاستراحة عشان نستقبل الفقرة الطبية بعد الاستراحة، فانتظركم.